سمية شويخة حرفية في تقطير النباتات والزيوت الروحية. بعد مشاركتها في دورات تدريبية قررت بعث مشروعها الخاص. منذ 5 سنوات تعمل وتطور اختصاصات مختلفة في مجال الزيوت الروحية. اسمي سمية شويخة، متخرجة في البيوتكنولوجيا البحرية من المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. هنا نعملوا كل ما هو مواد شبه صيدلانية، والحرفة متاعنا اليوم هي في تقطير النباتات والزيوت الروحية. عملت تكوين مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية بسوسة، وعملنا بطاقة حرفي في تقطير المواد النباتات العطرية. في 2009 كملت الماجستير متاعي، جتني استدعاء المركز الأعمال متاع سوسة، وغاديكا كانوا فما الأربعاء لأحداث المؤسسات. قدمت مطلب وعملت ملف وكونت الشركة متاعنا. كيف جاتك الفكرة باش تكون الشركة؟ كي شاركت في المنتدى متاع بعث المشاريع. الغطاء النباتي المتنوع والكثيف دفعها لبعث مشروعها في هذا المجال بالخصوص. احنا في المياه العطرية عندنا 30 ماء عطري. عندنا العاديين اللي هما الورد، النسري، العطرشية، الزهر، عندنا زيدا الكليل، الزعتر، العود، القارس، المدنينة، الكليمونتين، الورد، الياسمين، الفل، الكالاتوس، السرول. ما خليتش حاجة طويلة شوية، ما خليتش حاجة إلا وحاولت تقطرها، على خاطر إذا كان عنا برشا نباتات راح يكون نبتة عندها حاجة تداويها، دونك كل ما نجمو نستعملوه في حاجة معينة. وتعمل زادة الزيوت متاحها؟ أي معناتها كي نخرجوا الماء هي تخرج معنا الزيوت الروحية. والصابون معك نفس الشيء ولا بعد عملت الصابون؟ لا صابون بعد، على خاطر الماء المياه العطريه نجمو نستعملوها في الصابون، دونك بدعنا صابون بالزهر ولا صابون بالورد، كل حاجه نجمو نستعملوها. طب انت عندك قداش من عام في المشروع هذا؟ 5 سنين. لقيت روحك فيه؟ لقيته. شنو بالضبط من الاول؟ كما اي بدايه نتاع مشروع ديما 3 سنين الاولانيين 4 سنين الاولانيين ماهمش سهلين، معناتها لازم برشا صبر، اما من بعد بشويه بشويه الواحد يقف على ساقيه ويرجع يخدم على روحه لاباس. في تونس عندنا برشا نباتات ماهمش مستغلين، دونك معنا الغابات عندنا برشا نباتات ما نعرفهمش في تونس. شنو نعرفو؟ نعرفو الماء نتاع الورد، الماء نتاع الزهر، الماء نتاع العطرشيه، الماء نتاع الفلايو. ألوك احنا نجمو نعملو من الكليل والماء نتاع الكاليتوس، كل حاجة عندها الفيرتو نتاعها. حبيت نخدم في المجال هذا باش نستعملو حاجات مثلا نبعدو فيهم على الأدوية اللي تنجم ساعات تقلقنا. في الزهر نتاعنا ولا الورد ولا حاجة باش تلقاه الدوبل كونسنتراسيون. شو معناتها؟ معناتها باش يبدا أقوى من الزهر الآخر. علاش؟ على خاطر احنا كي البروسيس نتاع البرودكسيون نتاعنا باش نخرجو الويلي سونسيل الماكسيموم نتاع الويلي سونسيل من النبتة، نبدلو في لي بورسونتاج في ما بين الماء ولي بلونت وكل، دونك الزهر يبدا كونسنتري أكثر. تخرجنا ديما كي تقول متخرج من البيوتكنولوجيا في 2010 يقولك شو معناتها بيوتكنولوجيا ولا شنو تنجمو تخدمو بيوتكنولوجيا. انا في دو مال باش نفسرو للعباد، رانا مانيش دي بيولوجيست ومانيش، رانا السبيسياليتي نتاعنا تالي تالي تالي، وما كانش فما حتى معناتها موطن نتاع شغل في البيوتكنولوجيا. يا اخي قلت علاش ما نحلش مشروع على روحي. كما فتحت لنفسها الابواب ببعثها مشروعها الخاص، فتحت سمية الأبواب لخريجي الجامعات والباحثين لتطوير أبحاثهم بطريقة علمية، فتستفيد ويستفيدون ويتطور بذلك البحث العلمي في تونس. الخصوصيات نتاعنا لهنا اللي احنا نتعاملوا مع الجامعات كيفاش؟ مثلا ديما
فما دي ريزولتا نتاع لي ريغيرش ماهوش مستغلين. لي ستوديون يعملوا لي ريغيرش نتاعهم وتقعد في البيبليوتيك ما يستعملها حد. الوغ احنا فكرنا نستغلوا النتائج نتاع البحوث هذيك باش ننفعوا بها العباد غير ما خاطر هما ما عملوهمش باش يخبيوهم في البيبليوتيك. جاتنا ستوديون تاع النيول خرجنا موليكول جديده من الريحان، من الماء نتاع الريحان والويليسونسيل نتاع الريحان اللي هي تنجمو نقتلوا بها البكتيريا والجراثيم. فما برشا حاجات اكتشفنا فيهم معناتها، اما هذا خاطر الريزلتا نتاع مناول معناتها تنسيم كي عملت في الستاج خدمت على الريحان، عملت على الريحان نتاع القروين، الريحان نتاع الشمال وكل، وبعديك خرجت اللي بالماء والويليسونسيل نتاع الريحان تنجم تخرج معناتها دي برودوي انتي بكتيريان وانتي فونجيك و... الريزلتا تحفون بالحق العباد الكل فرحانين بها. الريزلتا هذيك العباد يحبوا يحثوا الصناعي ولا الحرفي ديما تبدا فما دي كونفونسيون مع الجامعات باش نجموا يستغلوهم. كان كل واحد يقعد يخدم وحده ما ينجمش حد يستغل النتيجه. المعروف انه تونس ما انت قلت لك كيما بكريكا فما برشا زيوت وفما برشا حاجات، لكن ساعات العباد ما يعرفوش اللي استعمالاتها. اي صحيح في تونس ما يعرفوش بالاستعمالات نتاعها، اما في مثلا كي تجي تشوف في اوروبا يعرفوا الاستعمالات نتاعهم، جوست لهنا في تونس ما نسالوش ولا المعلومه ما توصلش كامله. هك عليه احنا في فكرنا في السيت نتاعنا باش نعملوا الباز دو دوني نتاع لي ريزولتا هذيك الكل نحطوها باش العباد تعرف، مثلا تعرف المال كليل شنو يعملوا بيه ولا ما زهر شنو يعملوا بيه ولا ما الزعتر شنو يعملوا بيه. خاطر فما حاجات مثلا كيما الماء نتاع الذرو ينجم يكون توني كاردياك، الماء نتاع الكليل تنجمو تستعملو مثلا باش تنحي بيه الكالكير من الماء ولا حاجة. دونك المعلومة فماش أكسيل للمعلومة اللي ينقصوا ولا أكسيل للمعلومة. كيفاش تتحصل على النباتات هذه؟ عندك شكون يجيبهم لك ولا انت بالذات تمشي تعمل ريشيرش نتاعك وتحب على حاجه معينه؟ تصور اللي مش كيما الكليل في الشمال كيما الكليل في الوسط، ماهمش كيف الكاليتي نتاعهم مش كيف كيف، ماهمش كيف كيف خاطر فما دي موليكول يبداو ماهمش موجودين ولا تلقاها موجوده مثلا في القروين وماهيش موجوده في الكابون. دونك احنا مثلا احنا والمارشي زاد ساعات مثلا فما يبدا مارشي ديكسبور يقول لك راني حاشي فيه الموليكول المعينه، تولي تمشي للبلاصه اللي يبدا موجود فيها، والا ساعات نمشيو احنا على عين المكان ما تبش نعمل الكوليكت نتاعنا. ساعات نتعاملوا مثلا مع المناطق، مثلا المناطق مثلا كل فما الجمعيات نتاع اللي هن بالنساء الريفيات نمشيو ناخذوا من عندهم النباتات المهمه وناخذوا من عندهم. الأسواق الداخلية وأوروبا هي أكثر ما تستهدفه بعملها، أسواق تقليدية أحياناً وفي أحيان أخرى تتطلب عمل ومجهود إضافي. عندنا المارشي اللوكال نخدموا فيه، زاد عندنا مارشي انترناسيونال. كيفاش صارت المارشي انترناسيونال؟ انتم معناتها الريشيرش منك انت كيفاش؟ حتى واحد باش يحل مشروع يقول لك بيا فما انترناسيونال هاي طوم غدو نحل المشروع هذا، كيفاش هذا؟ صارت كيما البارتناريا مع كيف كيف بعث مع بعث جون بروموتور الاكتيفيتي نتاعو ماهوش في التقدير، اما قال لي علاش ما نعملوش بارتناريا انت تعمل المياه العطريه واحنا نكسبورتيوها. قلت له علاش لا، دونك وليت كيما البارتناريا ما بيناتنا. في فرنسا ولا وين؟ في فرنسا. والمطلوب المياه العطريه التونسيه غاديكا؟ مطلوبه بيان سور، احنا تونس مثلا تو في الكليل والريحان من اكبر المصدرين، اما في الكليل والريحان كها وفي الزهر زاده، مثلا الزهر ياخذوا الويل اسونسييل نتاع نيغولي خاطر شانيل اللي يخدموا بهم لي بارفان الكل. دونك اما نجموا نزيدوا في حاجات اخرى اللي هما ماهمش مستغلين. شنو هما الحاجات اللي مش مستغلين مثلا؟ كيما توسكي اغروم العطرشيه فما فما زعتر ترونجيه مش برشا، ترونجيه مش مستغله برشا على خاطر مثلا لازم يبدا عندك وراها ان بروجي نتاع معناتها زراعي اللي انت تزرع الترونجيه بيولوجيه ولا الاحباق البيولوجي والا المارجلين وكل معناتها لازم فما وراها مشروع زراعي.
معناتها فما حاجات ما نجموش نقطروهم ولا نعملو لهم ليكسبور نتاعهم على خاطر هما في الرياليتي ماهمش موجودين بكثره. ماهمش ما يطلعوش وحدهم. ما يطلعوش وحدهم. ماهمش سبونتاني. كيما الترونجيه كيما هذوما المواد هذيا. معناتها هذا يكون نجم يكون مشروع تكميلي لعبد اخر يخدمو تنجم تخدم معاه بارتنايا. تنجم تكون مشاريع فلاحيه. معناتها في المشاريع فلاحيه بيولوجيه. مثلا كيما يزرعوا النعناع يزرعوا احنا نقفوا النزر وهما يقاوموا البروجي. الدعم وجدته سمية في أماكن كثيرة، فاستفادت من خبرات غيرها وتعلمت منه ما لم تتعلمه في الجامعات. في المجال هذا لقيت شكون مد لك هذا العون؟ لقيت برشا، لقيت لي ستركتور اللي موجودين لدعم الشباب الكوليكي كيما السونتر دافير كيما لي بيبينيير كيما البيبينيير نتاع الفلاحة كيما المعهد كيما الفيس نتاع الصناعه التقليديه. فما شكون يشجع، فما شكون يشجع، فما شكون ينصح سورتو، فما شكون يحب يعلمك على خاطر صحيح احنا قاعدين برشا وعناشيد وكل شيء، مي غيلمون اللي تتعلم منه العبد اللي في التيران هو اللي عنده اكسبيريونس اكثر وهو اللي يعلمك اكثر. وتعلمت منهم برشا حاجات، برشا حاجات كل واحد علمني في الدومين نتاعو، خاطر انا احنا كنا نقراو يعلمك الحاجه اللي في قرايتك، مثلا يعلمك كيفاش تكون بيوتكنولوج، كيفاش تفكر كيما ان بيوتكنولوج، تتعلم الليمينولوجي، تتعلم النباتات، تتعلم برشا حاجات، مي ما تتعلمش كيفاش تجير اون انتربريز، ما تتعلمش كيفاش تتعامل مع الادارات، هذاك الكل تتعلمه شوي. انتم عندكم تخدموا حاجات بيو؟ نخدموا حاجات بيو. لقيتوا مشاكل فيها ولا ماشي الامور صافا؟ عندكم سيرتيفيكاسيون بيو وكل شيء؟ السيرتيفيكاسيون نتاعنا اون كور دوبتونسيون، علاش؟ خاطر الاورغانيزم اللي باش ناخذوه ما عنده سي ان اورغانيزم الماني، دونك ملي تعمل الدوموند اللي تتحصل عليها تاخو عام مده، ودوك كي ناخذوها تزيد تعطينا فالور جوتي خير معناتها. وفي تونس ما فماش شكون يعطيكم سيرتيفيكاسيون بيو؟ فما لينوربي، اما لينوربي السيرتيفيكاسيون نتاعها مش كيما السيرتيفيكاسيون نتاع مثلا ايكو كونترول ولا ايكو سير، ماهمش كيف كيف. كيفاش شنو الفرق بيناتهم؟ لينوربي تعطيك دي سيرتيفيكاسيون نتاع ايزو، اما مش دي سيرتيفيكاسيون كاليتي دو برودوي، مثلا برودوي ناتوريل ولا برودوي بيو ولا ماهمش كيف كيف. لي سيرتيفيكاسيون ايزو واش معناتها؟ معناتها اللي انت مطابق للمواصفات ولا ماكش مطابق للمواصفات، الوغ كو لوخينا نقول لك اسكو البرودوي نتاعك ناتوريل، على خاطر يكونتروليو الفورنيسور نتاعك، يكونتروليو لومبلاج، يكونتروليو انت وانت تخدم، هذاك الفرق. هذاك الفرق، واللي مطلوب تو في العالم الاغلبيه هو البيو. هو البيو. واللومبلاج عندك مشاكل فيه ولا لا؟ ولا عندك شكون عمل لك لي زومبلاج وتنجم تسوق به؟ اللومبلاج الفلاكونيت امبورتاسيون والكونسيبسيون كل فما شكون هنا عندنا الموجودين خدموا لنا. في تونس متى شباب كيف انت هكا تشجعوا انه هو يستثمر في 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 طاقته في مشاريع كيما هكا؟ اي انا نشجع العبيد الكوليكي اللي هما يحلوا جوانحهم ويصيروا وحدهم.